هويتنا قوية للغاية نفتخر فيها من صنعي أنا وأنت وكل مواطن سعودي، هي اللي مبنية على الهوية الإسلامية والعربية وإرثنا الثقافي التاريخي. اللي كتبوا من وين بدوا؟ من طيب الناس أو طيب الأرض؟ ما كفاهم كتاب، لأن الطيب أساسنا، وش اللي يكفي إرثنا وحنا شرعنا للإرث أبواب فن وتراث وثقافة، تاريخ اللي ما حضره شافه، كل من زارنا سكن فينا وصار من دارنا. من وين نبتدي؟ بالكرم جدنا واستضفنا ورحبنا، من يوم بدينا وحنا أساس الكرم.